حلقة جديدة في سلسلة التعرف على مسطرة الجيتار، نغمة المي ونغمة الصول. اهلا بيكم، النهاردة هنعمل حلقات جديدة في سلسلة الغرض منها اننا نتعرف على مسطرة الجيتار كلها. يعني احنا في مجموعة من الحلقات اللي فاتت خدنا قراية النوتة، وخدنا معاها اول ثلاث نوت على او ثلاث دساتين على مسطرة الجيتار، حفظناهم وكان تمام. طيب بقيت مسطرة الجيتار ديت احنا لازم يكون عندنا استراتيجية اننا نتعرف على النوت اللي عليها، اسميها حتى دلوقتي، لان بعد كده في النوت مش هتفرق كتير قوي في النوتات، النوتة بتاعت الجيتار اساسا محدودة، فمش هتفرق كتير خالص في تعلم النوتة، انما هنفرق اننا نعرف احنا واقفين فين على مسطرة الجيتار. ايه ده، هو انا ممكن افتكر كل النقط اللي انا شايفها ديت على كل الاوتار دي؟ سهل كده؟ تخيل الموضوع سهل جدا، بس مش هياخد منك غير 5 دقايق في اليوم نتعرف بيهم على الموضوع دوت، وتفضل تتمرن ال5 دقايق دول لغاية ما انا اقول لك خلاص كده انت عرفت كل مسطرة الجيتار. يعني نبدأ مع بعض. اي نوع من الجيتار عندك، سواء جيتار الكتريك، سواء جيتار اكوستيك، سواء جيتار كلاسيك، الكلام ده هينفع معاه وهيتعمل معاك، بتعزف بصوابعك او بتعزف بريشة، باي طريقة عزف هينفع برضو، هيشتغل معاك ومش هتفرق كتير خالص. يعني ايه هي بقى الطريقة ديت اللي احنا هنتعرف عليها عشان نتعلم كل النوت واحفظ مسطرة الجيتار ديت، ابقى عارف انا بعزف عليها في اي مكان اي نوت انا عايزها. لمدة 5 دقايق في اليوم هتتمرن التمرين دوت على نوتين اتنين بس. هنبدأ بنوتة المي، نتعرف على كل الميهات اللي موجودة عندي على المسطرة. انا هحط شيتات في الصفحة بتاعت الفيسبوك بتاعت القناة، الشيت دي عليها هتلاقي كل النوتة ونوتة بنوتة، يعني شيت عليه نوتة المي، شيت عليه نوتة الفا، السول، وهكذا. كل نوتة هناخدها هنزلها لكم على الصفحة بتاعت الفيسبوك، بحيث انك انت ممكن تجمعها وتخليها عندك. انت بمجرد هتعدي معنا الاسابيع بتاعت التمرين دوت، انت هتلاقي نفسك خلاص مش محتاج الموضوع ده. 5 دقايق في اليوم هتتمرن على اللي احنا هنقول عليه دوت. طيب اتمرن عليه ازاي؟ هنعزف النوتات اللي احنا هنعزفها دلوقتي على مترونوم بسرعة 40. اول اسبوع بسرعة 40، هنعزف النوتات بسرعة 40. نعمل ايه في التمرين دوت؟ يلا مع بعض. الشرط بتاعنا عشان التمرين دوت ان احنا هنتمرن من الفريت الاولانية لحد الفريت ال11. يعني انا ماليش دعوة من اول 12 وانا طالع، ايه ده واحنا وبقيت الجيتار يعني مش هنتعلمه؟ ما خلي بالك من الفريت 12 وانت راجع تاني، هي نفس الفريتات بتتكرر تاني، بتطبع تاني نفس الفريتات من اول 12، كأنك بدأت من المسطرة من جديد. فانت لو تعلمتها لغاية 12 خلاص انت هتبقى حفظ التانيين اوتوماتيك. يعني اللي هيحصل ايه دلوقتي، ان احنا من الفريت الاولانية للفريت ال11، طبعا احنا معنا الاوتار الفاضية برضو هتبقى معنا شغالة، هنتعلم ايه هي النوت اللي موجودة عندي في مسطرة الجيتار. طيب نبدأ مع بعض. نبدأ النهاردة بنوتة المي وهنعمل نوتة السول. نوتة المي هتبقى اول نوتة عندي الوتر فاضي. خلي بالك الناس اللي بتشتغل بريشة والناس اللي بتشتغل بصوابعها، انك تعزف نوتة وتحدد وقتها مع المترونوم وبعد كده تكتمها، دي تمرين لوحده كمان. فانت بتتمرن وانت شغال كمان على انك انت تتحكم في طول النوتة اللي انت هتعزفها. فاول نوتة هتبقى مين اللي هي الوتر فاضي، الوتر السادس فاضي. تاني نوتة هتبقى على الوتر الخامس في الخانة السابعة، وهعزفها بالصباع نمرة 3. بالصباع نمرة 1 هتحرك لحد الوتر الرابع في الخانة التانية، فيبقى كده نوتة في كل وتر. على الوتر التالت في الخانة التاسعة هي المي. طبعا لو انت هتبدل بالريشه اب وداون، لو انت بتستعمل ريشه الافضل انك تعمل التمرين اب وداون، يبقى معانا 3 تمرينات في تمرين واحد. هو ايه في ايه اوكازيون ده ولا ايه؟ نبدا تاني، مي الخانه السابعه، الخانه الثانيه، الخانه التاسعه، الوتر الثاني الخانه الخامسه، والوتر الاولاني جايزه للي يعرف، ما هو الوتر الاولاني زي السادس، مش دي مي ودي مي، يبقى الوتر فاضي، يبقى احنا كده عملنا المي. فانا هعملها مع المترونوم مع العد 40،
طالع ونازل، يعني انزل من فوق من الاغلظ نوتة لغاية تحت واطلع تاني مع نفس العد بتاع المترونوم ده، هعمل دوت في نص الخمس دقايق، يعني دقيقتين ونص، بلاش خمس دقايق خليها 10 على ما تقدر يعني، بس خمس دقايق هي على الحد الادنى لينا ان احنا هنشتغل. ده اول تمرين. تاني تمرين عندنا هتبقى نوتة الصول. نوتة الصول على الوتر السادس، نوتة الصول مش هتبقى بالوتر مفتوح، هتبقى على الخانة التالتة في الوتر السادس بالصباع الاول، وعلى الخانة العشرة في الوتر الخامس بالصباع تلاتة، وهرجع تاني على الوتر الرابع في الخانة الخامسة بالصباع الاول، وبعدين طب احنا عايزين صول على الوتر التالت، ما هو الوتر التالت اسمه صول، يبقى الوتر فاضي. الوتر التاني هتبقى بالصباع التالت على الخانة نمرة 8، والوتر الاول بيبقى بالصباع الاول على الخانة التالتة زيه بالظبط زي الوتر السادس. فيبقى احنا عندنا الصول مع المترونوم، هعملها طالع ونازل بالعد بتاعي 40. ده الواجب بتاعنا اللي هيبقى الاسبوع ده، والاسبوع الجاي هنكمل باقي النوت، واشوفكم الحلقة الجاية.